النتيجة هنقول عادلة إلى حد كبير، لكن كنا احنا تحت ضغط كبير جدا الفترة اللي فاتت بسبب خسارة النقط الكتير اللي احنا كنا او انا ما كنتش متوقعها شخصيا، مع على الرغم من اداء جيد اللعيبة عندنا في المباراة اللي فاتت يعني. فالنهارده سيبنا الكورة شوية، لعبناش بطريقتنا اللي احنا متعودين عليها، سيبنا الكورة شوية واللعيبة كانت روحها كبيرة، والهدف اللي جه فينا في اخر الشوط الاولاني ادانا برضه دفعة شوية بقى يعني، مخلينا مبقاش في فرصة ان احنا نخسر، فادى اللعيبة دفع شوية في الروح، عشان كده الشوط الثاني كان افضل شوية من ناحية الروح يعني. الشوط الاول كان جيد، ما كانش وحش، لكن كان في استعجال وهيظل كده، ما اقدرش الفترة اللي جاية دي اللعيبة هتفضل مضغوطة عشان في دماغها النقط اللي خسرناها كتير في الدوري يعني. فنأمل ان احنا نعدي الفترة دي، او عدد من لعيبه كتير من اللي بيلعبوا اصلا، لكن اهم لعيبه عندهم موجودين يعني، كفايه عبد الله السعيد لوحده، واعتقد ان هو المحرك الاساسي للفرقه يعني، مع ايريك وانطوي دول اهم ثلاثه، مع اسلام يعني، عندهم لعيبه كبار موجودين وعمر جابر. فحتى الغيابات، ورجب لعب، الغيابات ما كانتش مؤثره قوي عليهم، لكن ظروفهم برضو نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه، ان هم خسروا الماتش اللي فات مغيرين مدرب كابتن زيزو، طبعا كابتننا واستاذنا ده يعني كابتن زيزو ده يعني شرف ان الواحد يبقى موجود وهو موجود. فدي برضو عندهم نفس الظروف اللي هم كمان ما يقبلوش الهزيمه، وانت نفس الكلام، فالماتش صعب عشان كده يعني. الفرق اللي قبلينا واللي بعدينا بتبقى مسرعه شويه يعني، انت تاخد فرقه الجونه تكسب النهارده، فانت دي تجيلك الفرقه اللي انت بتلعبها، فما مش الجيش الماتش الجاي فمش عاوز يخسر، فنفس الوضع. لكن هيظل ان احنا يعني طبعا لعبنا بطريقه، سيبنا الكوره، انا قلت الكلام ده في اول كلام، احنا سيبنا الكوره النهارده يعني، احنا ما بنلعبش بطريقتنا، لكن هيظل سيبنا الكوره عشان نقدر نلعب وادي يلاقي مساحه، وعشان كده هتلاقي النهارده اغلبيه اللعب كان دايركت يعني على وادي وعلى الاثنين اللي قدام، وعملوا شغل جاي تعبوا جدا لانهم بيدافعوا كويس، مع وجود عمر جابر من ناحيه اليمين كان عمل ازعاج جدا في الشوط الثاني في ثلاث اربع كور، لكن ربنا كرمنا واحرزنا هدف وضيعنا برضو هدفين، واللعيبه يعني الروح الى حد ما هي يعني افضل حاجه طلعنا بيها النهارده.